أنا من مدرسة أجندين، هسا روحونا عشان التعليقات والفش يعني مصاري والرواتب وهيك روحونا. أخذنا أول ثلاث حصص وبعديها روحونا عشان قصة المعلمين مضروبين والمعلم مش راضي يجي عنا، فالمدير إجا وروحنا ارفعوا شنطكم وروحوا. فهلا يعني انا يعني رايي مش منيح كثير بهالاضراب، فيعني هو بياثر على تعليمنا وبياثر على دراستنا، واحنا لازم نشكل جزء من هذا المجتمع، واحنا كمان الاجيال القادمه لازم تكون متعلمين ومثقفين، وان شاء الله تنتهي مساله الاضراب وبرجع التعليم كما كان. روحونا يعني مثل اتحاد المعلمين، لا في معاشات ولا في شيء، يعني مثل اتحاد المعلمين مثل مديرنا قاعد يحكي لنا بعد الحصه الثالثه بتروحوا، استاذ يعني مثل اتحاد المعلمين لا بنطهم معاشات ولا شيء، طب يعني بدهم يدعموا اهاليهم، بدهم يدفعوا قسط جامعات، يعني عن جد هذا ظلم للتربيه والتعليم. انا بوجه الحكي لمدير التربيه، يعني هذا ظلم، يعني لمين ولا لمين بدهم يعملوا المعاشات؟ لاهاليهم ولا لطلاب جامعه ولا لا، يعني هدول يعني عن جد حرام عليهم انهم يظلموا الاساتذه، الاساتذه بعلمونا كل شيء، كل شيء بعلمونا الاساتذه، بس حرام عليهم يظلموهم، يعني هدول اساتذه لا معهم ياكلوا ولا صاروا يتداينوا فيش معاشات، يعني وعدوهم اخر الشهر اللي ينزل لكم معاش، هدول اساتذه يعني كيف بدي اقول لك بدرسونا كل شيء، ولما يدرسونا كل شيء عندك مدير المدرسة بكلهم والله لا ينزل معاشات، والله ينزل معاشات، بس فيش يعني معاشات، يعني لا يدرسوا بدون معاشات. يعلمونا أضربوا ومنهم أضربوا ومنهم لا، على سبب فيش قبضات. موضوع الاضراب انه المعلم بده ياخذ حقه في التعليم، بده ياخذ حقه في الراتب وبده يعلم، لا بدناش يعلم، فلازم نقول المعلمين انهم يدرسوا يكملوا دوامهم، ونحكي للسلطه انهم تقبضهم. اضراب عشان الرواتب، داومنا خمس حصص مدرسه طه حسين.